بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن محاضراتنا لمادة الاتصالات موضوعنا اليوم راح يكون مجموعة من التطبيقات حول موضوع الفريكونسي مودوليشن. الموضوع الأول راح يكون حول استخدام السوبر هيترودين بالاف ام ريسيفر. تتذكرون في موضوع الامبليتود مودوليشن أخذنا كذلك السوبر هيترودين اي ام ريسيفر وقلنا أنه هو هذا ريسيفر بإمكانه أن نستخدم الاسترجاع الإشارة اللي هي already modulated جايتنا نستلمها modulated وبالـ AM كان السيستم يكون حسب المودوليشن اللي مستخدمين الـ AM الآن نستخدمه بالـ FM وللتذكير سميناه هيترودين أو سوبر هيترودين لأنه باستخدام الهيترودينينج أو الميكسر نقدر نرجع أو نقدر نغير بالفريكونسي حسب الرينج اللي نريده حتى نقدر نسترجع الإشارة من التردد اللي احنا ننقلها إليه. كذلك هنا نستخدمه لاستلام الإشارة الـ FM وعملية استرجاع الـ FFT. طبعا شيء طبيعي مثل ما تتذكرون اكو عندنا المفروض أنتنا و RF هنا لازم نحدده بالفريكونسي اللي احنا راح نستلمه. بعد ذلك يجي الهيترودين أو الميكسر وهنا عندنا الـ F-Local المفروض هذا اللوكال اوسيليتر اللي راح نولد به التردد وننقل به الإشارة إلها. طبعا الانترميديت فريكونسي هنا بحدود 10.7 والباندويث تكون عندنا 200 كيلو هرتز. بعد ذلك تجيني الديموديليشن هناك تتذكرون بالأيم قلنا حسب نوع الموديليشن لازم نخلي الديموديليشن اللي يناسب الإشارة اللي جايتني. هنا FM شيء طبيعي هنا راح نحتاج ليميتر لأن هذا راح نضمن بأنه الامبليتيود ما صاير عليه أي تغيير نتيجة الانتقال بالشانل. بعد ذلك الفريكونسي ديسكريمينيتر اللي هذا مثل ما تتذكرون بالمحاضرة اللي مضت قلنا أنه راح تكون وظيفته يحول لي التغير بالفريكونسي لا تغير بالامبليتيود حتى بعد ذلك أستخدم طرق الانفلوب ديتكشن حتى أوجد الإشارة. هنا أكو عندنا بعض القيم العملية للفريكونسي كارير والدلتا F. ميزة عندنا إنه الوايد باند FM can be used to provide increased signal to noise ratio without increasing transmitted power وهاي الميزة ذكرناها في بداية موضوع FM قلنا هذا اللي يتميز به عن النورمال AM. هنا منطينا إشارة FM اللي إحنا مستلميها FFT of FM. بعد ذلك الأوتبوت مال الديسكريمينيتر output of FM demodulation is proportional to frequency deviation وهذه قلنا الديسكريمينيتر راح ينطيني output يتغير حسب تغير الفريكونسي بحيث الامبليتيود مال الديسكريمينيتر راح يكون تغييره حسب تغير الفريكونسي اللي جاي بالموجه الاف اوف تي. هنا انا قلنا هذه الميزه هذه راح تنطيني ديفيجن اند ديتكشن باور كان بي انكريز باي انكريزنج ذا ديفيجن يعني بما انه راح يكون التغيير بالديموديليشن حسب التغيير بالفريكونسي يعني الامبليتيود اللي راح ينطينيها الديسكريمينيتر راح يتغير حسب الفريكونسي. إذن وعليه this realize without increasing the transmitted power thus in wide band FM is traded for signal power يعني ما معنى هذا التغير بالفريكونسي ديفيجن راح يخليني أزيد السيجنال تو نويز ريشيو بدون أن أزيد الانبوت باور وهذه هي الميزة اللي تكون للوايد باند FM. الموضوع الآخر اللي هو الـ Frequency Division Multiplexing وهذا الموضوع جدا مهم وتطبيقاته كلش كثيرة. Multiplexing بصورة عامة it is a process in which several messages are transmitted on one transmitted facility. There are many basic multiplexing techniques يعني كفكرة أساسية انه احنا بدل ما كل المحاضرات اللي مضت احنا كنا نقول عندنا إشارة واحدة نسوي لها modulation بكارير ونرسلها لكن بالحقيقة والسيستم العملي ما راح نكون دائما عندنا انه إشارة واحدة وندسها لعدة أسباب منها أسباب تقنية منها أسباب تتعلق بالكلفة مع الإرسال إشارة بكارير واحدة. لذلك عمليا أغلب السيستمز اللي موجودة هو راح يرسل عدد من الإشارات بكارير واحدة. هسه هذا شلون راح يكون؟ هنا عندنا two techniques. التكنيكس الأول هو frequency division multiplex وهو هذا اللي راح ناخذه والتايم ديفيجن مالتيبلكس هذا راح يكون ضمن الكورس الثاني. بالنسبه للفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكس يعني ما معنى احنا راح نقسم الرينج مال الترددات حسب الترددات اللي نختارها. فمثلا لو فرضنا انه هذا السيستم عندنا ثلاث اشارات اول شيء عندنا هاي الاشارات راح نفرضها انبوت مسجز
هذه X1 هذه X2 X3 كل واحدة ما لها علاقة بالثانية. بعد ذلك راح تمر على لو باس فلتر مجرد انه راح يخلصنا من اي ترددات اضافية مضافة إلها. ثم بعد ذلك كل اشارة X1 راح نسوي لها مثلا single side band upper side band بتردد راح نسميه F carrier 1. هسه هذا الF carrier 1 خلينا نفترضه 5 4 ميجا كيلو حسب قيمة التردد. ال X2 of T نفس الحالة راح تمر على لو باس فلتر بعد ذلك سنجل سايد باند ابر سايد باند لكن بتردد اخر F carrier 2. نفس الامر راح يكون على الموجة الثالثة اللي هي راح تمر على لو باس فلتر بعد ذلك نفس المبدأ سنجل سايد باند ابر سايد باند بس راح يكون متشفتة الى F carrier 3. هذول ال 3 مسجز راح ينجمعون ويصيرون ب XB. ثم بعد ذلك هذه الموجة ال XB اللي هي تمثل 3 اشارات هذه راح يسوي لها عملية موديليشن سواء FM سواء AM واحد من الطرق وترسل بالشنل. يعني ما معنى احنا لحد ال XB راح نجمع الاشارات هنا X1 و X2 و X3 ثم بعد ذلك نسوي لها عملية موديليشن اخرى بتكنيك اخر سواء نفس التكنيك الاول او غيره حسب السيستم ثم نرسلها بالشنل. هذا شنو راح يفيدنا هسه راح نتعرض له بس خلي اول بداية نشوف انه X1 لو فرضناها بعد ان سوينا لها single side band upper side band كانت هذه الشكل الموجة فرضا. ال X2 بعد ان سوينا لها single side band upper side band راح تكون بهالشكل هذا F carrier 2 الى حد F carrier 2 plus B2. هذا ال B2 هي ال bandwidth مال ال F of T2 وال X3 of F ما معناه راح تكون عندنا F carrier 3 زائد F carrier 3 زائد MB وقلنا هذا ال B3 تمثل الباندوث مال ال X3 و P1 تمثل الباندوث of X1. الآن كل واحدة سوينا لها عملية single side band upper side band ثم بعد ذلك تجي مرحلة ال XB مثل ما شفتوا انه ال XB هنا راح تجمع ذول الإشارات ثلاثتهم. فشلون راح تكون؟ راح تكون هذه X1 لأنه مشفتة ب F carrier 1 وهذه X2 اللي راح مشفتة إلى F carrier 2 و X3 راح تكون مشفتة إلى F carrier 3. وهنا منطقيا نلاحظ أن المفروض F carrier 2 أكبر من F carrier 1 و F carrier 3 أكبر من F carrier 2 أكبر من F carrier 2. وهي هذه الميزة أنه إحنا نحاول نغير بالترددات بين كل إشارة. يعني الكارير مال كل تردد راح يكون موجود بتردد يختلف عن التردد بحيث متباعد عنه حتى نقدر نرسل إشارات متعددة بمبدأ كارير واحدة. هذا راح يمثل عبارة عن الانبوت مسج اللي راح تدخل على الاوتبوت النهائي أو الترانسميتر النهائي اللي راح هنا راح يكون. وهنا راح نستخدم حسب التكنيك اللي موجود بالسيستم ممكن سنجل سايد باند ممكن نورمال اي ام دبل سايد باند أو FM ونرسل الإشارة. فلو كان عندنا هنا نورمال اي ام راح نشوف شلون راح تكون الموجة النهائية فليت فاينل كارير موديليشن بي نورمال اي ام. فهذا الانبوت اللي تمثل لي الاشارة اللي دخلت على نورمال اي ام واحنا نعرف بالنورمال اي ام راح الاشارة تشفت الى التردد اللي بالنورمال اي ام والى تردد اقل من عنده. فنلاحظ ان هذا الجهة راح تبدي اف كارير اللي هو التردد النهائي زائد اف كارير 1 وتنتهي ب F carrier زائد F carrier 3 زائد B3. وهنا نفس المبدأ راح تكون ما معناه F carrier ناقص F carrier 1 ناقص B وهنا راح تكون F carrier ناقص F carrier 3 ناقص B ما معناه انه هذه الاشارة تشفتت ازيد من ال F carrier وهنا تشفتت بناقص F carrier وشي طبيعي. هنا نلاحظ اكو وجود ال carrier لان احنا دا نستخدم normal A. بالريسيفد ايش راح يسوي؟ بالريسيفد راح يستلم الاشاره الاكس سي يسوي لها اول بدايه دي موديليشن واللي عندنا احنا نورمال اي ام راح يسوي دي موديليشن للنورمال اي ام. بعد ذلك راح يمرر الاشارات اللي طلعت عنده بالاكس بي مشابهه للاشارات بالاكس بي يمررها على باند باس فلتر وبعد ذلك يرجع يسوي دي موديليشن للموجه الاولى بالاف كارير 1 ودي موديليشن باف كارير 2 للمسج 2 ودي موديليشن للاف كارير 3 للمسج 3. راح نستلم X1 X2 X3. ممكن واحد يسأل سؤال مهم احنا ليش اتجهنا لهذا الاتجاه؟
أو نخلي الإشارة كل واحدة بكارير ونرسلها بدل ما نرسلها بالمالتيبلكسنج. الحقيقة الأمر فني إنه ما عندنا هذا السبكترم الواسع بحيث كل إشارة ندسها بكارير. إضافة إلى ذلك عملية إرسال الإشارة بكارير واحدة مكلفة وتنطيني كلف عالية. لذلك هنا راح يكون المبدأ إنه نرسل عدة إشارات بكارير واحدة ونحافظ على إنه الإشارات بيناتها بالفريكونسي عملية تنظيم بالترددات بحيث ما راح تكون إشارة متداخلة مع الإشارة الأخرى. وهذا المبدأ كثير ما يستخدم بالاتصال. التطبيق الآخر هو FM Stereo. بالحقيقة FM Stereo Multiplexing إنه هنا بدل ما يكون عندنا استلام لإشارة الصوت من اتجاه واحد أو من مستلم واحد أو من مايكروفون واحد، وهذا عادة ما يستخدم في تسجيل الميوزك والأغاني والأمور اللي تتعلق بالإفكت للساوند، فذاك الوقت نحتاج أنه نستلم الإشارة من أو الصوت من عدة اتجاهات حتى يكون الصوت عندنا مجسم وبإفكت عالي. لذلك الـ FM Stereo هنا راح يكون عندنا 2 channel ما معناه. فلذلك السيستم بالـ FM Stereo راح يكون بهالشكل هذا. أولا راح نستلم هنا الـ L plus R، يعني ما معناه راح نستلم من الـ Left and Right، هذا راح يكون محصلة الـ Left زائد الـ Right. بعد ذلك هنا عندنا راح يكون الـ Left ناقص الـ Right. الإشارة Left ناقص Right راح نسوي لها Balance Modulation بأي طرق من طرق الـ AM بكارير 38 كيلو هرتز، وهذه الكارير بعد أن سوينا لها عملية موديليشن بهذا التردد 38 كيلو هرتز راح تنجمع مع الإشارة الأساسية اللي هي L plus R وترسل معها كذلك بايلوت كارير. وهاي البايلوت كارير راح نستخدمها بالدي موديليشن، لأنه مثل ما تتذكرون عادة ما تستخدم البايلوت كارير بالاستلام بدل ما أرسل الكارير وحدها كاملة، أرسل بايلوت عنها حتى يقدر بالاستلام يرجعها، لأن أسهل لما تكون إشارة وحدها من أن يستخلصها من ضمن الموديليتد مسج. لذلك بعد ذلك راح يصير للأوتبوت مسج يصير لها FM موديليشن وترسل، وثم بعد ذلك بالاستلام يقدر يسترجع. خلينا نشوف الإشارة شلون أو المسج شلون صار لها موديليشن. نلاحظ أنه هنا راح ترسل عندنا الـ FM راح يرسل هذه الموجة L plus R راح يرسلها ويا بايلوت، والـ L minus R سوالها عملية موديليشن بالـ 38، وتعرفون نسوي لها موديليشن يعني معنا راح ياخذ upper side واللور side. هذه تمثل الـ FM Stereo. بالاستلام راح يبدي يستلم هذه الإشارة، وبالنتيجة راح نسوي عملية دي موديليشن لهذه، ثم بعد ذلك راح تمر على الجزء اللي يمثل اللو باس فلتر. هذا راح يكون الجزء ماخذ لي الـ L plus R اللي اجتني بدون ان نسوي عليها موديليشن. هنا راح يكون عندي باند باس سنتر فريكونسي ات 38، ما معناه راح يقدر ياخذ هذه الموجة. هذه الموجة بعد ان مرت من هذا الفلتر راح تجي عملية فريكونسي دبل، راح يجي ياخذ البايلوت يسوي لها دبل. ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا 38، لذلك راح يصير عندنا عمليه دي موديليشن لهذه، يسوي لها لو باس، يعني هنا راح تطلع عنده الليفت ماينس رايت. بعد ذلك تتم عمليه استرجاع للليفت اند رايت، وبهاي الطريقه راح ننقل الصوت كما هو من اتجاه اليمين واتجاه اليسار. طبعا اذا كان عند السيستم مو سنسيتيف للستيريو راح نستلم فقط الليفت بلس رايت. هذا عادة بصوت المتكلم ما يميز، لكن بأصوات الإفكت والميوزيك وهكذا راح يكون عندنا تأثير عالي إلها لو نقلناه بالستيريو. التطبيق الأخير هو كوادريتشر كارير مالتيبلكسينج. كوادريتشر كارير مالتيبلكسينج أو QAM هو عبارة عن عملية نقل إشارتين بدل أن أسوي عملية تغيير بالفريكونسي مثل ما شفنا بالفريكونسي مالتيبلكسينج. هنا راح أنقل إشارتين، لكن الفرق بيناتهم راح أخلي فرق بالفيز. يعني الآن لو أخذنا X1 of T راح نسوي عملية موديليشن باستخدام AC كوساين أوميجا كارير T. X2 of T اللي هي موجة أخرى تختلف عن X1 راح أسوي عملية موديليشن باستخدام
phase different عن الموجة الكارير الأولى وراح تكون ناقص 90 درجة لذلك راح تكون عندي AC sin omega carrier فراح تكون بعد ذلك أجمع هاي الإشارتين وتمثل لي X of C هذه ما معناش راح تصير عندي راح تصير عندي فرق بالفيز بين الإشارتين لذلك راح أقدر أسترجعهم بالاستلام لذلك هي هاي النقطة المهمة أنا من أرسل عدة إشارات ضروري جدا شلون أميز بين هاي الإشارات قلنا بالفريكونسي مالتيبلكسينج راح أميز بينات اللي إن كل وحدة أرسلناها بتردد معين أقدر أستلمها لأن أعرف ترددات كل وحدة الآن فرق بالفيز بين كل وحدة هذه فيز شكل هذه فيز آخر أقدر الآن بالاستلام شيء طبيعي هذا الموجة اللي أستلمها أضربها بالكارير اللي هي AC كوساين أوميجا كارير وبعد ذلك أسترجع الموجة X of T الموجة الأخرى راح أضربها بفرق الفيز عن الكارير الأساسية ناقص 90 وبالنتيجة راح أستخرج الموجة الأخرى طبعا ممكن أن نغير بالفيز بدل 90 لكن عملية التغيير ما تكون بدرجات قريبة لأنه يصير بها لأنه يصير بيناتهم انترفيرنس لهنا راح تكون نهاية محاضرتنا حول تطبيقات الفريكونسي موديليشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.